نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في هذا العرض الأخباري وهذه أبرز العناوين. الأسرة الطبية تودع الدكتور محمد الحاجي إلى مثواه الأخير بعد وفاته في سجن إيقافه. هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال المغرب. أهلا بكم في التفاصيل. ودعت العائلة الطبية أمس الدكتور محمد الحاجي إلى مثواه الأخير بعد أن توفي يوم الأربعاء الماضي في سجن إيقافه. من جهته أفاد الدكتور منير الجربي في تصريح للحياة فم اليوم أن الدكتور الحاجي تم إيقافه بتهمة ترويج المخدرات وبيعها. الأربعاء توفى تقريب مدة 3 أسابيع التالية، معناها بلغنا أنه تم معناها طلب الدكتور الحاجي، معناها وصلته استدعاء الشرطة يوم الجمعة، نفكى تقريب الجمعة دولي 22 يولي كل حاجات فيبري يطلقني ربي لكم شايف لكل شخص معناها 23 ولا نهار الجمعة 23 مشاهد البحث ومعناها مرانا كان تم إيقافه. هو بيدو ما هوش فيها مشان الموضوع، معناها كي مشى حتى المعطيات اللي بقينا خطر بتيصل بالعائلة، دونك العائلة هي تعطينا. قعدنا نستنى وقلنا حسب المعطيات اللي وصلتنا قلنا ما هيش حاجة معناها قضية كبيرة، انه ما يسيبوه ينجم حقه معاه هو مسيب خطر الاتهام متاعه حق اللي بلغنا هو ترويج مواد مخدرة. هي الكلمة تظهر كبيرة، مخدرة، ما هي مش مخدرات يعني كما قلت هو طبيب نفساني، وفي كل أطباء نفسانيين معناها يتعامل مع المواد سيكوتروب، احنا نقوله المواد اللي تطاع في الأمراض النفسية، والبعض من هذه المواد اللي هي تتعطى بطريقة طبيعية من طرف الأطباء خاصة الأطباء النفسيين تم تحويلها وجهتها كما نقوله بارديزو دو ترافيك اللي يستعملوها في أغراض مختلفة على الأغراض الطبية متاعها هذه دوز أخرين، دونك فما إمكانية أن نديم الوصفات يتم تحويلها. وقد استغرب الدكتور منير الجربي توجيه تهمة ترويج وبيع المخدرات، وأشار إلى أن الحالة الدكتورة الصحية تدهورت في السجن لأنه كان يعاني من مرض مزمن تسبب له في ضيق للتنفس، ورجح أن يكون العلاج الذي تلقاه لم يكن ناجعا وفق تقديره. تم إيقافه في إطار الأنكيت أبارامون لترويج المواد هذه، والأغرب من هذا بيع وترويج. ضغطنا العائله خاطر قعدنا باتين، احنا قلنا البيع هو احنا الاطباء مطالب حسب القانون ما نبيعوش الادويه، نعطيوها يا مجانا فهمت ولا نعطيو الوصفات ومرضيش وصفه طبيه والمرضى هو اللي تاكدنا ونعرفوه احنا خاطر الطبيب هذا مش نكره. هو طبيب معروف عنده فوق 30 سنه معناها خبره في المجال، حسب المعطيات اللي عندنا حالته تدهورت طبيا، هزوه المستشفى هما تقريبا في زوج مناسبات وحاولوا يعالجوه في المكان. حسب العائلة تقول ما نجموش العائلة يبلغوا زيادة في الحوايج خاطر الحالة قلت لك نتاعو ما نجمش تلتقص مطارف من المدهرية باب أي في بنزرت خاصة الأسبوعين الفارطين، دونك ما نجموش يوصلوا الحوايج اللي يحبوا عليهم، ما نجموش يعطيوا الدويات نتاعو العادية اللي يمالس بيها. الاتصال بصعوبة، معنا المحامي يتصل به لكن الاتصال بصعوبة. المهم هزوه مرتين ما نعرفوش تم تشخيص صحيح غلط الحالة متاعه، الواضح انه معناها العلاج ما كانش ناجع، وفي الحالة الخطيرة متاعه معناها تم الحفاظ عليه في السجن، معناها ما تمش حتى ايواءه في مستشفى ولا حاجة، مات في السجن، معناها مات في السجن معناها في عمل معناها حالة متاع فقدان الوعي، و تم إنجاده في السجن حاولوا وحسب المعطيات اللي عنا توفى معنا. وأشار الدكتور منير الجربي إلى الظروف السجنية الصعبة التي رافقت إيقاف الدكتور المتوفى، مشيرا إلى ظروف السجون في تونس. المعطيات اللي توصلها العائلة والزملاء المقربين للعائلة هذوما المعطيات يقولوا أنه سبب الوفاة حسب التشريح ديما بتحافظ نقولها هي معناها انفكسيون في الرواد، مع العلم اللي هو ديما يعمل ديزانفيكسيون في الواد عمل قبل ويتغلب عليها بساطة يدويها في الدار، عنده دويات واموره مليقه، عنده طبيب، ومعناها هذه حاجات طبيعيه، معناها ماهيش حاجات قاتله بصفه عامه عندنا في الطب الحديث، معناها عندنا الامكانيات
فهمت؟ لكن نتصور في ظروف السجنية عبد حسب كما تقول عائلة يرقد ربما في القاع مع عباد أخرين في بيت مطار الجراثيم تتنقل بسهولة هي حتى العدوى تولي سهلة كي تحط بيت فيها عشرة من الناس وهي ترفع زوج من الناس نورمالمون ما هو باش يعديوا بعض وي. معناها علاش نوقف وحنا هذايا راهو فيه راهو الأطباء في معناها أنا شخصيا هذايا اللي أنا عينته معناها عديد السجناء يخرجوا من السجن يجيني حبر ما يخرجوا العائلات نعرفوا مرضى معناها يشدوا الحبس بعد يخرج ديريكت يجيني العيادة اللي عنده جرب اللي عنده تشنو معناها برشا برشا وما نجموش زاد نلوموا الإطار الطبي السجني خاطر الإطار الطبي السجني زاد ما عندوش ظروف باهية وهو ربما مجعول باش يداوي كما نقولوا 1000 عبد يتلقى عنده سجن فيه 5000 عبد. في موضوع آخر قال مدير عام البنك التونسي للتضامن خلف أسبوعيا سقف تمويل الشركات الأهلية البالغ حاليا 300 ألف دينار قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه وأن هذه الخطوة مهمة لمزيد إحداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات. وأضاف أسبوعي أنه يوجد إقبال من طرف مؤسسة الدولة لدعم الشركات الأهلية من خلال أحداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الأهلية وأن الأمر يعطي إشارة قوية لأهمية هذا الصنف من الشركات في تونس. أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشني أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري حول التعداد العام 13 للسكان والسكنة وفي افتتاحه للمجلس أكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لإنجاح هذا الموعد الإحصائي الوطني خلال سنة 2024 وسيتم تنفيذ التعداد العام 13 للسكان والسكنة وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية وذلك بالاستناد إلى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا وتحسين شمولية التعداد وضمان جودة البيانات المجمعة واختصار أجال نشر كل نتائج التعداد. ويكتسي هذا الإحصاء الوطني أهمية بالغة باعتباره العملية الإحصائية السكانية والمصدر الأساسي لإنتاج الإحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصية تطور عيش الأسر ومؤشرات التنمية كما سيساعد على إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي إلى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات. في أخبارنا الدولية أفاد المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية سجلت بقوة 4.5 درجة على سلم ريشتر في منطقة الريف شمال المغرب مساء أمس وشعر بالهزة الأرضية معظم سكان المنطقة بما في ذلك مدن الحسيمة الناظور الدريوش ووفقا لمواقع رصد الزلازل فقد سجلت بؤرة الهزة في سواحل إقليم الدريوش على بعد 72 كيلومتر من إقليم الناظور و29 كيلومتر من الحسيمة شمال المغرب وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتر مما أدى إلى شعور السكان بها بشكل قوي. اندلع حريق ضخم في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص 2 من قوات الحماية المدنية و2 آخران من المدنيين وما تزال قوات الحماية المدنية تتعامل مع النيران بعد تمددها في العديد من الوحدات السكنية المجاورة وقد أخلت القوات الأمنية عدة شقق قريبة من الموقع وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الأسرة الطبية تودع الدكتور محمد الحاجي إلى مثواه الأخير بعد وفاته في سجن إيقافه. هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال المغرب. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم لكم أجمل تحية تيم حمدي في أمان الله.